مما لا شك فيه أن وسائل الإعلام تلعب دوراً بارزاً في الانتخابات الأمريكية، وليس من الغريب أن تكتسب الانتخابات الرئاسية سمعة الإسراف والتبذير، فعلاقة الإعلام والمال لم تعد محط استغراب. كل من المرشحين يركز جهوده على الاستفادة من وسائل الإعلام المؤيدة للترويج لسياساته والحديث عن إنجازاته بهدف استمالة أكبر عدد من الناخبين ممن تتجاوزهم الحملات الإعلامية التقليدية. فحملة المرشح الجمهوري ميت رومني مثلاً عاجزة عن تقديم تفسيرات مقنعة لمسألة حصة رومني من الضرائب. 98% of American families, 97% of small businesses, they will not see a tax increase. I'm ready to sign that bill right now. أما حملة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما فيتعين عليها مواجهة سيل من الانتقادات حول الأداء البطيء للاقتصاد، وتعتبر الورقة الرابحة للمرشح المنافس رومني، فعند مسائل كهذه تبرز أهمية الحملات المدفوعة الأجر. We don't have to settle for unemployment at a chronically high level. We don't have to settle for 47 million people on food stamps. We don't have to settle for 50% of kids coming out of college not able to get work. ويأتي أيضا دور جماعات المصالح في صنع وتوجيه السياسات الأمريكية، حيث تقدم جماعات الضغط الأمريكية وعلى اختلاف مسمياتها التبرعات بجانب الضغط للحصول على أهدافها وزيادة فعالية وظائفها. وسائل التواصل الاجتماعي لم تغب عن ساحة المنافسة، حيث يرمي المرشحان من خلالها لحشد القوى المترددة، الأمر الذي يفسر تركيز الحملتين على المدونات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لما لها من ميزات في سرعة التواصل مع الناخبين. تعبئة كبيرة تشهدها الحملات الانتخابية وخاصة في الولايات المحورية التي يسعى المرشحان إلى استمالة الناخبين فيها كولاية أوهايو التي تعتبر الورقة الرابحة للرئيس أوباما وقد تكون الحاسمة في الانتخابات الرئاسية. أروى صوان لبرنامج السباق للبيت الأبيض، واشنطن.